امتثالا لتوجيهة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، حرصنا في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية على تشجيع كافة الموظفين بالمشاركة الفاعلة في هذا العرس الانتخابي. المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة يمثل صوت كل مواطن وصوت كل فرد يعيش على هذه الأرض من أجل الارتقاء بالإنسان ومن أجل رقي هذا المجتمع. تعتبر قبة البرلمان هي المنبر الذي يوصل صوت المواطن إلى الحكومة وإلى القيادة الرشيدة من أجل إيصال أفكارهم ومقترحاتهم ورغباتهم، وأيضا من أجل تقويم العمل الحكومي وتصحيح مسارات الأداء الحكومي في إمارة الشارقة. نشجع جميع المواطنين على المشاركة الإيجابية وتحمل هذه المسؤولية المجتمعية امتثالا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة حفظه الله لما يبذله من جهد كبير في تنمية هذا المجتمع. فكلنا مسؤولين عن هذا المجتمع وكلنا مسؤولين عن صنع القرار في هذا المجتمع.